هاي جريد 1، معاكم مس كمان سيد، مدرسة مادة ديسكفر. Today we are going to start our third chapter in your book Discover. النهارده هنبدأ ناخد chapter 3 في كتابنا، كتاب Discover. احنا كنا خدنا chapter 1 وخدنا chapter 2 اللي هي الفاميلي تري، وكلمنا عن ايه، وكلمنا في الثري شابترز اللي فاتوا عن كنا بدأنا اتكلمنا فيه عن يعني عرفنا نفسنا وعرفنا في عرفنا نفسنا وعرفنا البروبرتيز بتاعتنا وسيميلار ديفرنسز. وفي تشابتر 2 اتكلمنا طبعا عن السليبريشنز، واتكلمنا عن السليبريشنز، واتكلمنا عن الفاميلي تري، اتكلمنا عن الفاميلي تري، وشرحنا طبعا الكلام ده في التو كلاسز اللي فاتت. في الكلاس ده بقى هنبدا ناخد اللي هو تشابتر 3. اوكي، هنبدا بقى مع بعض تشابتر 3. تشابتر 3 تشابتر سهل جدا، احنا اتكلمنا فيه عنه، عن الليفنج ونون ليفنج ثينجز اللي هي حاجات الكائنات الحيه والايه والغير الحيه. طبعا هو التشابتر هنا هو في حاجات هيتكلم فيها كده، بس هنبدا باول حاجه هنا في الاكتيفيتي الشابتر اللي معانا ده، بيقول ايه؟ يوز ذا فولوينج بيكتشر جريف تو انسر ذا كويشن. هنا طبعا مديني بيكتشر وفيها نمبر، انا هكتب النمبر، وطبعا هنا هقول which is bigger which is smaller. يعني هنا عندي الابلز، هنعد مع بعض الابلز 1 2 3 4 5، البنانز 1 2 3 4 5 6، الاورنجز 1 2 3 4، ووتر ميلون 1 2 3 4. طبعا انا عايزاكم كده تفكروا معايا which is are equal، اللي هي الاورنج اند ووتر ميلون are equal. اوكي، هنا احنا عندنا الابلز كام؟ 5، البانانز 6، هنا الابلز 5، بانانز 6، الاورنجز 4، الووتر ميلون 4. اوكي، هنا بيقول لك ايه؟ هنكتب هنا النمبر اوف بانانز، نمبر اوف ووتر ميلونز. طب انا دلوقتي شفت البانانز كام؟ 6، الووتر ميلون 4، which is bigger طبعا هتبقى البانانز. الاورنجز هنا عندي الاورنجز كام؟ 4، الابلز 5، which is bigger طبعا كده، وانا يعني باي لوجيك كده هتبقى الابلز. ووتر ميلون اند اورنجز طبعا انا دي حاجه شفتها واحنا بندشها، قلنا ايه؟ ان هما الاثنين ار ايه؟ ايكوال. هنا بيقول لي في الاكتيفيتي ده make a picture graph for the following picture. يعني ايه picture graph؟ يعني انت دلوقتي هيبقى عندك النمبرز بتاعت البيرسونز اللي هنا، واحنا هنلون السكويرز بالالوان دي. يعني هو قال لك هنا البويز هنلونه ريد، الجيرلز هلونها باللون البلو، الجيتارز هلونها باللون الجرين. طب هنعمل كده مع بعض ونعرف هنا البويز كام؟ 1 2 3، يبقى هنا هنلون كام؟ البويز هنا ايه 3، هلون هنا كام؟ هاو ميني سكوير هلونهم؟ 1 2 3 3. طب الجيرلز عدوا معايا كده، الجيرلز كاونت ذا جيرلز 1 2 3، هنا هنلون 3 3 جيرلز، يبقى 1 2 3 هنلون 3 ايه؟ 3 سكويرز باي بغطي ذا كلر بلو باي بلو كلر. طيب نيجي هنا هو للجيتارز، جيتارز اللي هم ايه؟ اللي هي آلة الجيتار اللي قدامنا دي، هاو ماني جيتارز هير؟ 2، يبقى انا هحط هنا 2 والون بالايه؟ بالجرين. بصوا هنا بقى معايا هنا في الاكتيفيتي ده، هنا بيقول لك ايه؟ يوز بار جريف تو انسر ذا كويشن، استخدم البار جريف ده عشان تجاوب على الكلام. يعني هو هنا ممكن يجيب هو يجيبها لك، يقول يديك النمبرز ويقول لك انت طلب، وممكن يجيبه هو ويقول لك عد واكتب النمبرز هنا. يعني هنا عندنا اول نمبرز ايه؟ عندنا هنا الكاوس كام؟ 3، يبقى هنا نكتب 3 كاوس. طيب الشيب كام هنا؟ 1 2 3 4 5، 5 يبقى هنكتب هنا 5. الهورس هورس كام هنا؟ 1 2 3، يعني هكتب هنا 3. الهيم 1 2 3 4 5 6 7 8، وعشان تشوفوا اهو نمبر 8 يبقى هنا كام؟ 8. هنا برضه هنعمل برضه بالسيمبلز، هنشوف which is bigger number and which is smaller number. هنا عندنا الهيم، الهيم كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8. الشيب كام؟ 5.
يبقى which is bigger in length. طيب هنا بيقول لك الكاو مكتوبه قدامي هي 3، الهورس كام؟ 3، يبقى الكاو والهورس ار ايه؟ ايكوال. الهورس هنا كام؟ 3، انا شايفها هنا 3. الهن 8، which is bigger الهن. تعالوا بصوا معايا هنا، يبقى البيجر هنا هيبقى ايه؟ الهن. اوكي؟ يبقى العلامه هتبقى السيمبل عند الايه؟ الهن. بصوا هنا معايا بقى ميك ا بار جريف، قدامنا هنا بار جريف هنعمل برضه. طبعا هنا بيجي لي بويز جامد، طبعا هنعد الاولاد هنا اهوت، الاولاد والبنات، ونعمل هنا برضه جراف، وهتكتب هنا النمبرز ايه بتاعتهم. اوكي؟ بس انا مش قايل لي هنلونهم بايه، بس ممكن تلون مثلا البويز بالجرين والجيرلز باللون الاورنج. نخلي كده نشوف كده مع بعض، نشوف كده البويز هنا كام؟ هجي هعدهم كده 1 2 3 4 5 6 again 1 2 3 4 5 6. How many boys? 6. يبقى تلون لحد كام؟ 6. الجيرلز بقى 1 2 3 4 5 6 7. لون هنا ايه؟ 7. اوكي؟ يبقى البويز 6 والجيرلز 7. اوكي؟ تعالوا بقى نحل اللي بعديها. هنا عندي البيكتشر قدامي دي بيكتشر جراف. هنا عندي الاورنج، الاورنج هنا كام؟ 3. هنا ملون لي 3. الابلز ملون لي هنا 4، هنا 4. البانانز 5. يبقى ده البار جراف وده البيكتشر جراف اللي قدامنا، بيوريك ازاي ايه؟ ازاي احنا ايه نعرف. اوكي؟ بصوا هنا بقى معايا درس الليفنج والنون ليفنج سينس، ليفنج اند نون ليفنج سينس. يعني ايه وات ذا مينينج اوف ليفنج اند نون ليفنج سينس؟ ليفنج سينس اللي هي سمثينج ذات كان موف، كان بريس، كان ايت، كل فيها كل الحاجات. زي ايه؟ زي الهيومن، زي البلانتس، زي الانيمال. الانيمال فيها كل الصفات دي. طب النون ليفنج سينس اللي هي الاشياء اللي احنا بنقول عليها سينس، لايك ايه؟ لايك بينز، لايك بوكس، لايك بول. اوكي؟ هنا طبعا مديني التيبل ده وبيقول لي which is living and which non living. هنا عندنا الهيومنز، الهيومنز living ولا non living؟ طبعا living. طيب البول ينفع اقول عليها living؟ لا، هقول طبعا non living. التري living or non living؟ طبعا living. تري. الدوغ living or non living؟ living. بوك هيبقى living or non living؟ طبعا non living. ليه؟ لان ما فيش البروتكس بتاعت الايه؟ البريس والايت والموف، الكلام ده كله. البيرد بتبقى ايه؟ ليفنج، لان هي ايه؟ فيها الصفات دي. اوكي؟ هنا بناخد بقى ايه؟ ليفنج سينس اند نون ليفنج سينس. طبعا هنا بيقول لي هنشوف ايه الليفنج سينس والنون ليفنج سينس. الليفنج هنلونها باللون جرين، النون ليفنج هنلونها باللون الجرين. هنا الليفنج بنعدهم مع بعض 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 هما الاثنين 5. فانت هتلون الليفنج هنلون ال5 بالجرين، والفايف اللي تحت هنلونهم باليوم. اوكي؟ زي برضو ما علمتكم فوق، هنا بيقول لك السيمبلز بتاعت النمبرز. طبعا احنا هنشوف هنا النمبرز هنا معانا، يعني احنا عندنا مثلا البيرسون. البيرسونز عندناهم كام؟ 1 2 3 4 5. الثينكس 1 2 3 4 5. يبقى الاثنين هيبقى هنا ايه؟ ايكوال. البويز والجيرل، نعد البويز 1 2. الجيرلز كام؟ 3. يبقى ويتش از بيجر؟ الجيرلز طبعا هي اللي هتبقى بيجر. طب هنا عندي الثينكس اللي هي البالانس، وعندي البويز. البويز كام؟ 2. البالانس 5. يبقى which is bigger اللي هي هيبقى مين؟ اللي هي البالانس. يبقى العينه هتبقى عند ايه؟ السيمبل هتبقى عند البالانس. هنا مديني بقى بيعلمني الليفنج والنون ليفنج سينس اللي انا قلت لكم. قال لنا ايه؟ هيومنز البشر، دوج الكلب، باتر فلاي الفراشه، بير تري. ده بقول عليهم ايه؟ ليفنج سينس. نون ليفنج سينس زي تشير، بول، بوك، كار، اند بي. اوكي؟ هنا في عندي بروجكت كده هنعمله مع بعض، هتعملوا في البروجكت ده يا جريد 1. طبعا انتوا دلوقتي عندكم طبعا اولد بوكس، كتب قديمه، وفي مجازين. هنجيب البيكتشرز بتاعت الحاجات ليفنج ثينكس، هنجيب ليفنج ثينكس يعني هنجيب زي البلانتس، زي الانيمالز، زي الهيومنز، اي حاجه حطها هنا. ونجيب نون ليفنج ثينكس بين بول بيج. وطبعا ده هوم ورك ليك انت هتعمله، لان انت بعد كده اهو بعد ما تجيب الصور ونحطها هنا، في حاجه هنا هنعملها ايه اسمها ايه؟ هنعمل كالرينج اللي هو البار، حاجه زي البار جراف كده اللي احنا بنقول بقى البار جراف اللي قدامنا ده.
طبعا هتلون، هتشوف انت جبت كام ليفنج سيل، كام ليفنج سيل، مش لازم يعني يبقوا نفس النمبر، يعني ممكن يبقى مثلا الليفنج مثلا يبقى 5، الثانيين 6، يعني حسب. بس هنلون بايه؟ هنلون بالريد وهنلون بالجرين. طيب هنا عندنا في الليفنج سيل ونون ليفنج سيل، دول الكلمتين اللي احنا اتعلمناهم في الشابتر ده. ثانكس ا لوت، هنكلمك تاني.